أول مرحبا بكم، مرحبا بمتابعي قناة اليوم. بكل تأكيد هذا طلب أهلا. مشروع، وهذا ليس فقط طلب من الدولة الأرمينية الذي تطالبه به منذ سنوات. فقد انضمت مثل ما ذكر التقرير أكثر من 30 دولة إلى الاعتراف، وهذا شيء كبير، الاعتراف بما حصل على أنه مجزرة جماعية أو إبادة جماعية تطهيرية ممنهجة، وهذا له عقوبات ودلالات كبيرة. لا أظن أنه من حق أي شعب أو أي دولة، كما حصل مع مجموعة من الدول. نحن نعرف مطالبات مجموعة دول مثل الجزائر أو حتى رواندا، يعني حتى للدول الكبيرة أو الدول الأوروبية. لذا أظن أن هذا حق مشروع، وعلى أي دولة أن لا تنسى تاريخها، وأن الشعوب لا تنسى التاريخ. ومن الواجب على أي دولة قامت بأي خطأ بتصحيحه، ولو حتى بطريقة رجعية أو بطريقة يعني مبدئية نفسية، لكي يتم يعني إرجاع حق لأصحابه الذين ظلموا على مدى سنوات، وتم تهجيرهم، تم قتلهم، تم التعامل معهم بطريقة وحشية. تعتبر يعني ما حصل مع الأرمينيين أول إبادة، يعني أو الإبادة الأكثر شراسة في القرون الحديثة أو في القرن العشرين على وجه الخصوص. طيب دكتورة سيلين، يعني هل سيتجاوب النظام التركي برأيك، علما أنه يرفض أصلا وقوع هذه الإبادة بحسب زعمه؟ بكل تأكيد أنا لا أظن أن تركيا ستقوم بالاعتراف بذلك. هي تعترف ضمنيا بأنه قد تم قتل عدد كبير، وهي لا تذكر حتى المليون أو المليون ونصف، لا تذكر أيضا أن الإبادة الجماعية قد تمت على مرحلتين في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. هي تتكلم هي ولا تنسي من هذا مجموعة من الأحياء والمؤسسات العمومية تحمل أسماء عرابي ومهندسي هذه الإبادة. قد يتم ممكن ذلك مثل ما على نهج ما حصل في العراق مع الأكراد، قد يتم إذا تغير في يوم ما الحكومة، تغيرت الحكومة وتم ضغط كبير، أو تم وضع حكومة تتعامل بطريقة يعني مقبولة مع الأوروبيين الذين يطالبون بذلك. لكن إذا لم يتغير النظام فلا أظن أن الاعتراف سيتم، لأن له تبعات كبيرة، يعني تبعات هناك حقوق الإنسان، هناك المؤسسة الدولية لمحاربة الإبادة، هناك مجموعة من الحقوق التي سيتم المطالبة بها. والأتراك لا أظن أنهم سيعترفون على الأقل في الوقت الحالي وفي الوضع الحالي بهذه الإبادة. طيب دكتورة، تحدثت بأن رؤساء عدد من الدول ينددون بمجازر الدولة العثمانية، كيف تقرؤون اتساع هذه الرقعة من قبل الدول التي اعترفت بالإبادة الأرمنية، وما مدى تأثيرها على السياسة التركية على المدى القريب؟ أولا بكل تأكيد يجب الحديث على أن هناك أحزاب الأرمن في خارج تركيا أو خارج منطقة الشرق الأوسط يتحركون بطريقة منظمة وذكية. نحن رأينا أن تم الاحتفال لأول مرة، قد لا أسمي احتفال لكن إحياء الذكرى هذه الإبادة، أول مرة طالبت بها فرنسا التي تعترف بهذه الإبادة منذ 2000 أو 2001 أظن، وتم السنة الماضية القيام بتأبين جماعي أو القيام بذكرى هذه الإبادة، وتمت المطالبة. وهناك لاحظنا إذا لازلت تتذكر السنة الماضية كان هناك تراشق إعلامي ودبلوماسي بين فرنسا وتركيا، فرنسا التي تندد وتركيا التي تهدد، وتطالب فرنسا بمراجعة نفسها حول الجزائر ورواندا. تبعتها إيطاليا التي طالبت أيضا تركيا بالاعتراف بهذه الإبادة. هناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول. لذا أظن أن الضغط الدولي سيستمر على تركيا، تركيا التي ليس ملفها يعني ليس هناك حب، إذا صح التعبير، حب سياسي أو دبلوماسي بين أوروبا وتركيا، خاصة في الوقت الحالي. نحن نعرف أزمة المهاجرين، نعرف أزمة الأكراد، نعرف مجموعة من الأزمات والغليان السياسي. الآن الوضع العالم يعيش تحت وضع جائحة كورونا، الوضع ليس طبيعيا، لكن أظن أن حتى خلال هذا الوضع فإن أوروبا عامة والغرب لم ينسوا هذه الإبادة. وضحت الفكرة الباحثة السياسية دكتور سيلين الجزيري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.